أخوكم سعد بن مطلق الهاجري قائد فريق الجزيرة. بالنسبة لمشاركتي في القرايل هذه السنة الرابعة، 3 سنوات قائد فريق، وأول سنة شاركت فيها كنت عضو في روض العين. السنة هذه مشاركين ب 12 شخص، 11 أساسيين وواحد احتياط. اللي يميز الفريق السنة هذه أن أعضاء اللي معنا كلهم قد شاركوا في القرايل. بالنسبة للمطايا والطيور ما في أي تغيير، التغيير صار في الأعضاء، طلعوا العام منا 6 دخلنا مكانهم 6. بالنسبة لمشاركاتنا السنوات اللي طافت نعدها مشاركة، ولكن نوعد إن شاء الله الجمهور السنة هذه بنتائج طيبة إن شاء الله. بالنسبة لمجموعتنا المجموعة الثانية والفرق اللي معانا كلها متساوية، استعدادنا إن شاء الله مستعدين، ما دخلنا القلايل إن شاء الله مستعدين. بدأنا تدريب السنة هذه قبل البطولة تقريبا بشهر ونص. بالنسبة للتدريب شهرين نشوف أنها كافية، إذا المطايا هي نفسها ما تغير عليك شيء جديد أكيد أنها كافية. راضين على ممدوح. اللي من واجهة من الصيد نحن خلينا يطوف، سواء ظبي ولا حبارة ولا كروان. يلا دينا. والله إن شاء الله إحنا متفائلين إن شاء الله السنة هذه، نتمنى إن شاء الله إحنا نكون من المتأهلين إن شاء الله. والله بخصوص العساس اختاروني الربعني العساس، ولا كلهم قد جاءوا المحمية وكلهم خابرينها وكلهم مطالق كلهم يسدوا اللزوم، ولكن أصروا وبرك الساعات أنا بنسرح إن شاء الله في خدمة لهم. بخصوص المكان إحنا متفقين على ذا المكان الرئيسي، مكان إن شاء الله نحن نجيه قدام الأساسيين اللي معنا، وعد فريقي إن شاء الله نسرح مع الأساسيين وإن شاء الله نعين المكان الزين. ولكن لا بد من البعير، البعير النشيط، لا أنت مستعجل ولكن تبغى البعير اللي خطوته طويلة ويسرح قدامك إن شاء الله. كم باقي علينا؟ كان الأساسيين تقريبا مركزين على مكان واحد. زين هنا. المكان اخترته مكان زين دم مثل الحلال، وقريب من مواقع الصيد اللي احنا خابرين، قريب من العرق ومتوسط، يعني اشوف المكان متوسط، ولا باقي الا توفيق رب العالمين وجهد اخويانا. تحضيرات السنة هذه إن شاء الله أنها جيدة. السنوات اللي طافت عندها مشاركة، والسنة هذه إن شاء الله أنها منافسة، لأن متحزم أنا بخوياي اللي معاي، حنا 9 تغيب منا 3 بس، 9 ما شاء الله عنا 20 رجال. حلال هو نفسه تقريبا ما تغير، اللي تغير عندنا في الأعضاء 6 أشخاص، معانا 4 طيور وفيها بركة. والله القرايل صراحة اللي جربها ما يتركها يعني نهائياً، يعني مهما كانت الظروف ما في فريق يقول إحنا راح نتأهل، ولا يعني كل فريق يجهز. دورنا ذا السنة مع الفريق كلنا مكملين البعض، كلنا على قولتهم يد واحدة، اللي ينقسم خوينا إحنا نكمله، وعلى قولتهم ما فيه يعني شيء معين على كل واحد. والله الشاطر يتعلم من أخطائه، يعني التفاهم سبب نجاح إذا كان فريق متكامل. تأكدوا أن هذا مقناص، وعلى ما قال نحدد الوجهة واللي من عينه إن شاء الله قدامنا، طيورنا جاهزة وأخوينا إن شاء الله جاهزين. نتمنى إن شاء الله نحن نرضي مشجعين الجزيرة والمشاهدين. كيف روحوا.
ما شاء الله توفقنا في المكان، توفق أخوي أبو سعيد في المكان الطيب، عز الله إنه مكان زين ومنزل مبروك إن شاء الله، وقريب المقنص، العرق قريب، إن بغيت شرق فأنت قريب، وإن بغيت تحول في العرق فأنت قريب، واللهم لك الحمد. يلا تحنا فريق كأننا رجل واحد، يعني كلنا نكمل بعض. صادفنا هوا، صادفنا غبار شوي، بس الحمد لله همة الشباب بيقدر يخلص كل شيء. الهواء قام بدأ يتحرك. اخترنا أن يكون الباب زاوية البيت على أساس أنه يسهل علينا، نسكره من جنوب ونفكه من شمال في حالة أنه افتر الهواء.